هو يوم سياحي للبنان بالمنتدى السياحي للمتوسط ميدي تور يلي يقام ببرشلونة بحضور أكثر من 20 دولة. يعني كان يفترض هذا المؤتمر يكون ببيروت الشهر الماضي، ولكن للأسف بسبب الظروف اليوم اللي مرقنا فيها قررنا أنه هذا المؤتمر يصير ببرشلونة. وقت اللي منفرجي شو هي مقومات لبنان بيصيروا يعرفوا أنه زيارة لبنان هي مهمة بالنسبة للسياحة هي اللي هي مرتبطة ببعضها بالبحر المتوسط. وقصص نجاح تميز فيها لبنان مثل مهرجانات بيت الدين ومدينة طرابلس ومدينة جبال يلي ساهموا بشكل فعال بتفعيل الحركة السياحية. في استمرارية عند الشعب اللبناني وأنه عم بيقاوم بكل إمكانياته على كل الأصعدة لنقدر نكفي بدورنا الحضاري والثقافي بالمنطقة. اليوم عم نقدم أفضل ما عندنا للعرب وللأجانب وللسواح، أنه ما زال بلبنان قادرين نستقطب الناس، قادرين يكون لبنان سنتر داتراكسيون، مركز استقطاب لأكبر عدد ممكن من السياح. مدينة جبال هي أكبر مثال على هالموضوع، قدرنا أمننا كل المستلزمات لنقدر نستقبل السائح بأفضل طريقة. بدنا نلفت النظر ونذكر أول شيء أنه الوضع الأمني إن شاء الله هلأ حاليا مستتب، لازم المدينة نعمل لها برامج تكون على الخريطة السياحية بطرابلس، الأسواق القديمة مثل ما حكيت منطقة جذب كتير مهمة. هالقصص هي خير دليل على أنه السياحة بلبنان يلي هي الأكثر تأثراً بالأوضاع الأمنية والسياسية بعدها صامدة وجاذبة. على أمل أنه تستقر الأوضاع بلبنان لتقدر بيروت المرة المقبلة تستضيف هالمؤتمر. من برشلونة ليا فياض، بيير يوسف، LBCI.